السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم يا أصدقائي الأعزاء في حلقة جديدة. هيا عامر، ورقة خضار واحدة، نحن جائعان. من فضلك. نحن من المعجبين جدا بأعمالك يا عامر. سامر، سمير، لقد أخبرتكما سابقا إذا زرعت بشكل مستقيم سيكون الجواب كلا. مشكلة. السلام عليكم عامر. وعليكم السلام. وجدت شيئا في حديقتي وأريدك أن تلقي نظرة عليه. لا بأس، قد أستطيع القيام بذلك في وقت استراحتي. حسنا، تذكر ما قلته، إذا زرعت بشكل مستقيم فالجواب كلا. هل تفكر بما أفكر به؟ وبما تفكر؟ حسناً، أنا أفكر بما اكتشفه جميل إن كان صالحاً للأكل. وأنا أفكر بذلك أيضاً. هيا بنا يا سمير. أود أن أتمكن من تنظيف هذا المكان، إنه بداية عمل مرهق. هو؟ إنه بير. حتى إنني لم أكن أعلم بوجوده. إنه قديم. لابد أن البئر قد جف عامر. أجل عامر، لما رميت تلك البذرة فيه؟ أردت أن أعرف مدى عمقه. لماذا؟ بعض الآبار تكون عميقة جدا، لذلك هي بحاجة إلى حبل طويل. أحب الصوت الصادر منه. يمكنك أن تجرب بنفسك وتقدر عمقه. أجل صحيح، سأبحث عن بلوطة لأرميها فيه. سأبحث عن شجرة بلوط حول المكان. لنذهب ونخبر ربيع وزهرة بشأن هذا البئر، ربما يريدان سماع الصوت الصادر منه. أنت محق عامر. والآن لا يوجد طعام. لكن هذا مثير جدا، إنه بئر جميل. هل سنقوم بإخافتهم؟ كلا، لدي خطة سنحصل من خلالها على الكثير من الخس ولن نجوع بعد اليوم. أنا أحب الخس. والآن سأرمي هذه البلوطة ومن خلال الصوت سأقدر مدى عمق هذا البئر. ما هذا الصوت؟ لديك خس. من المتكلم؟ أنا هنا المسؤول عن البئر. المسؤول؟ ولأنك اقتربت من البئر يجب أن ترمي ورقة من الخس ثمنا لذلك. ورقة خس؟ أجل وأسرع بذلك. إن شاء الله. بئر قديم، إذن يجب أن أبحث عنه في دليل الأقزام للإبداعات، أليس كذلك؟ هل جربت واستغليت بئرا قديما لتخزين الماء فيه؟ ماذا؟ في الحقيقة لا، لم أفعل ذلك من قبل، لأنني لم أرى بئرا قديما من قبل. اذهب إلى البئر وقدر مدى عمقه بنفسك، هيا بسرعة. أحضرت ورقة الخس. شكرا. المسؤول عن البئر يشكرك على الورقة، إنها كبيرة. والآن اذهب إلى حديقتك وابدأ العمل فيها. إن شاء الله، أنا ذاهب إلى العمل الآن. الآن سأقدر عمقه. ضربة قوية. هذا صوت غريب، ترى من في داخل البئر؟ يبدو أنني اكتشفت شيئا. أنا المسؤول عن البئر، والمسؤول يطالبك بورقة خس وبالزرعة. وماذا عني أنا؟ حسنا، لحظة، أحضر ورقتين من الخس اليانع ولا تتأخر. ما الذي أسمعه؟ ورقتين من الخس اليانع. لا 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 لا. السلام عليكم. وعليكم السلام.
اسمعيني يا زهرة، لقد اكتشفنا اليوم بئرا قديما. ماذا تقول يا عامر؟ بئرا قديما؟ هذا لا يصدق. جميل اكتشفه ونريد أن نستغله لتخزين الماء فيه. حقا؟ إذا سأذهب معك حتى ألقي نظرة على البئر. هيا بنا. أحضرت لك ما طلبت، تفضل. شكرا. إذا كنت تحفظ نشيدا جميلا فأنشده لنا. أحب العمل، أحب العمل، ففيه الراحة وفيه الأمل. أحب العمل، أحب العمل. أحسنت ما شاء الله. أعتقد بأننا يجب أن نشق طريقنا إلى الغابة. الطريق من هنا أقصر. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا. أعانك الله على العمل. شكرا لك، لقد طلب مني مسؤول البئر أن أذهب إلى العمل. هذا خبر جيد، ولكن من هو مسؤول البئر؟ أنا لا أعرفه، لكنه طلب مني أوراق خس. أوراق خس؟ ثم طلب مني أن أعمل بجد في حديقتي. ما الغريب في هذا؟ سأرى الآن. أحب العمل، أحب العمل، ففيه الراحة وفيه الأمل. لما تنشد يا بديع؟ أمر لا يصدق. نشيدك جميل. أعرف أعرف، شكرا لكم، لم أكن أتوقع حضوركم، لقد فاجأتموني يا عمر. مسؤول البئر طلب مني أن أنشد. مسؤول البئر؟ أجل، وكان قد طلب مني أن أرمي أوراق خس. ماذا تقول؟ هناك شيء غريب يحدث. وعلينا الآن أن نتحقق من الأمر. سمعت أن هناك بئرا فيه مسؤول، وأحضرت الخس لأقدمه له. ما رأيك؟ أجل، مسؤول البئر طلب مني أن أحضر له هذه النباتات، وطلب مني أن أنشد أيضا. شكرا. مسؤول البئر يشكركم عميق الشكر على هذه الأوراق الخضراء اللذيذة من الخس. مسؤول البئر مهذب، لقد شكر الكل. بالفعل، لقد شكرني أنا أيضا عندما رميت له الخس، إنه مهذب. أعتقد أنني أعرف ماذا يحدث. أهذا أنت يا سامر؟ أنا مسؤول البئر. من سامر هذا؟ اذهب وأحضر ورقة خس كما فعل الآخرون من قبلك ولا تناقش. ألست أنت سامر؟ هل أنت مصر؟ نعم أنا مصر. ما دمت مصرا إذن هنحن. هل ستخبر الجميع بأنك اكتشفت أمرنا؟ إلا إذا ساعدتني. أحب العمل، أحب العمل، ففيه الراحة وفيه. بما أنكما كنتما في قاع البئر، هل يصلح لتخزين الماء؟ التقرير لدي. في الحقيقة يصلح كثيرا، وهو نظيف ولا يحتاج للترميم. إذن سنقوم باستغلاله من أجل تخزين الماء فيه. هيا إلى العمل. أما أنتما فقد سامحتكما على أن لا تكررا ما فعلتماه مرة أخرى. إن شاء الله لن نفعل ذلك ثانية. هيا يا سمير، هيا. كم أحب الخس، ولكن عامر اكتشفنا سريعا. أحب العمل، أحب العمل، ففيه الراحة. قمنا جميعا باستغلال البئر لتخزين الماء فيه من أجل سقاية حقولنا في فصل الصيف، وكان الجميع سعداء جدا. ولا في أمان الله، في أمان الله، في أمان الله.